تبلغ مساحة مدينة دمشق داخل السور أي دمشق القديمة حوالي 128 هكتار أي حوالي 256 فداناً، وهي على شكل بيضوي يبلغ قطرها 1600 متر ممثلاً بالشارع المستقيم من العهد الروماني، حيث يروى أن القديس بولس الذي فقد بصره في الطريق إلى دمشق سار فيه متجهاً نحو معبد حنينة في نهاية سوق الطويل ليصل عند باب شرقي ليعاد إليه نظره هناك. وأما الدخول إلى مدينة دمشق فيجب أن يكون من أوسع أبوابها التي تنقلنا إلى أمجادها التاريخية وتحدثنا عن صمودها في وجه الغزاة والطامعين، فقد تم بناء سور كبير للمدينة لضرورات الدفاع عنها وحمايتها، وفتحت فيه أبواب للدخول والخروج، وكان ذلك في بداية العصر اليوناني، وفي العصر الروماني تمت صيانته وظهرت 7 أبواب نسبة إلى الكواكب 7 المعروفة في حينها، نحتت رموزها على تلك الأبواب لاعتقادهم بأنها تحمي المدينة. وقد دمرت أجزاء من السور عام 749 ميلادي، وأخذ السور بالانهيار ثم أعيد تحصينه في عام 1174 ميلادية في عهد نور الدين الزنكي، وفتحت فيه أبواب لم تكن موجودة مثل باب الفرج وباب النصر. لدمشق أبواب ضاربة جذورها في التاريخ وملتقى الأصالة والحداثة، تفوح بعبق الجدود التي تذكرنا بعظمة الجذور. هذه الأبواب غدت مفتوحة لتبادل تيارات الفنون والعمارة والثقافة وكل أنواع المعارف الإنسانية. يحكى أن أول حائط وضع في الأرض بعد الطوفان هو سور دمشق حسب ما جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي، وكان لسور المدينة 7 أبواب في العهد الروماني. أما على السور الغربي فإن الأبواب كانت تزيد وتنقص بين الحين والآخر كلما جدد السور، فتسد أبواب وتفتح أبواب أخرى. أبواب سور دمشق على مر العصور تجاوزت 10 أبواب، منها ما اختفى ليحل مكانه أبنية أو طرق أو أسواق، وهذه الأبواب هي: باب شرقي ويرمز إلى كوكب الشمس، وهو الباب الوحيد من جهة الشرق عند بداية الشارع المستقيم الذي كان يحوي قوس النصر، ومنه دخل خالد بن الوليد فاتحا دمشق عند الفتح الإسلامي، كما دخل منه عبد الله بن علي حين احتلها العباسيون. سمي بذلك لأنه يقع على الجهة الشرقية من سور المدينة، ويتألف الباب من 3 فتحات أكبرها أوسطها وسدت هذه الفتحة، والفتحة الجنوبية في القرون الوسطى، ولم تبقى إلا الفتحة الشمالية التي تعلوها صفوف من أحجار السور. ينتهي باب شرقي عند الشارع المستقيم الواصل بينه وبين باب الجابية، وقد بني في العهد الروماني أوائل القرن 3 للميلاد، وتم تجديده في عهد نور الدين زنكي عام 1163 ميلادية، كما جدد بناء المئذنة في عهد السلطان العثماني مراد الثالث قبيل عام 1582 ميلادية. باب جنيق أو باب السلامة، ويرمز إلى كوكب القمر، وهو أحد الأبواب الشمالية للسور، وأطلق عليه هذا الاسم لأنه محمي بمجرى نهر العقرباني. سمي بمحلة كانت تسمى لجنيق، ولا توجد معلومات وافية عنه، غير أنه حسب ما ذكرت المراجع المتعددة أنه يقع بين باب السلام وباب توما، وقد سد منذ عهد بعيد،
وكانت عنده كنيسة حولت إلى جامع ثم صار بيوتاً للسكن فيما بعد. ومع ذلك ما زالت بعض آثاره على جدار السور ظاهرة للعيان، ولا سيما القوس الذي كان يعلو الباب، باب توما، ويرمز إلى كوكب الزهرة وينسب إلى أحد العظماء الروم، وقد تهدم مع الزمن وأعاد بناءه الملك الأيوبي الناصر عام 1227 ميلادية. وفي عصر المماليك قام الأمير تنجز بتجديده عام 1333، وقد دخل منه عمرو بن العاص. يحتل هذا الباب الجهة الشمالية الشرقية من سور المدينة، وهو في الأصل باب روماني نسب إلى أحد عظمائهم واسمه توما. كانت عنده كنيسة حولت إلى مسجد بعد الفتح العربي لدمشق، وترتفع على الباب مئذنة، كما توجد عنده باشورة، سوق صغيرة ذات حوانيت يمكن إغلاقها ليتمكن أهلها من البقاء فيها لدى حدوث الغارات أو إقامة الحصار على المدينة. أعيد بناء باب توما بشكل جديد زمن الملك الناصر داوود عام 1228، وأزيل المسجد الذي كان عنده في بداية العهد الفرنسي. باب كيسان، ويرمز إلى كوكب زحل، وهو باب قديم رغم نسبته إلى كيسان مولى معاوية بن أبي سفيان. دخل منه المسلمون بقيادة يزيد بن أبي سفيان، وأغلقه السلطان نور الدين الزنكي، وأعاد فتحه الملك الأشرف ناصر الدين عام 1363. وأثناء الاحتلال الفرنسي أعيد بناؤه وترميمه، وبنيت خلفه كنيسة القديس بولس. وتروي المصادر التاريخية أن هذه الكنيسة بنيت في المكان نفسه الذي تم فيه إنزال القديس بولس بسلة من فوق السور، فتمكن من الهرب من بطش الرومان واليهود والوصول إلى أوروبا، حيث نشر الديانة المسيحية. باب الفراديس، ويرمز إلى كوكب عطارد، ويحمل اسم قرية الفراديس، وقد حاصره المسلمون بقيادة عمرو بن العاص حتى استسلمت الحامية البيزنطية. أعيد إنشاؤه وترميمه في عهد الملك الصالح عماد الدين بن إسماعيل سنة 1241 ميلادية. يقع على الجهة الشمالية، وسمي بالفراديس لكثرة البساتين أمامه، ويسمى أيضاً باب العمارة لوجوده في حي العمارة. أعاد إنشاءه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل سنة 1241 باب الجابية، ويرمز إلى كوكب المشتري، وسمي بهذا الاسم لأنه كان يؤدي إلى معسكر للجندي مكلفين بجباية الضرائب، ومنه دخل جيش المسلمين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح لتحرير دمشق. وفي عام 1164 للميلاد أعاد الملك نور الدين محمود إنشاءه وترميمه، ثم قام الملك الناصر صلاح الدين بتجديده. وكان يتألف من ثلاث فتوحات أكبرها الوسطى، وسمي بهذا الاسم لأنه يؤدي إلى قرية الجابية التي تقع في الجولان. وأعاد إنشاء الباب نور الدين عام 1164، ثم جدده ناصر الدين داود بن عيسى.